ليس لها من النار إلا الدخان. ومن 365 يوما عدد أيام السنة سوى واحد فقط. أما في اليمن فلا وجود له. تتسول المرأة الاهتمام من العالم، وفي يومها العالمي تحصل معظمهن على بعضه ولو كان الجزء اليسير منه، لكن هنا ما زال الوضع مختلفا تماما. تحمل المرأة اليمنية أطفالها كما همومها الكثيرة والتي ضاعفتها الحرب، ففيها تفقد المرأة عائلها قتيلا أو أسيرا أو مقعدا أو حتى في أحسن الأحوال فاقدا للوظيفة التي منها يأكلون قوت يومهم. فالحرب تدمر كل شيء ويحترق فيها الرجال والنساء معا، لكن النساء يحملن نتائجها الكارثية بطريقة مضاعفة. لا تتوقف المرأة عن العمل ولا الكفاح من أجل نيل أبسط حقوقها، ولا يكفيها بذلك يوم واحد ممتلئ فقط بالبيانات والتقارير التي تشيد بدورها الكبير في المجتمع. فمشاكلها التي تبدأ بزواج الصغيرات والعنف الجسدي والتهميش ولا تنتهي في ظل الحرب القائمة حاليا لا يمكن تجاهلها أو حلها بعيدها السنوي. ويبقى أمام المرأة اليمنية طريق طويل لنيل حقوقها والتي تدشنه حاليا بالبقاء فقط على قيد الحياة.